اهلا بيكم في حلقه جديده من كواليس يلا كوره. النهارده هتكلم معاكم في موضوعين، الموضوع الاول خاص بالمنتخب الاولمبي والموضوع الثاني خاص بشريف اكرامي. بالنسبه للمنتخب الاولمبي، كابتن شوقي غريب هياخد 3 لعيبه ولا مش هياخد؟ الناس محتاجه تعرف كابتن شوقي غريب بيفكر ازاي. كابتن شوقي غريب مبدئيا هياخد 3 لعيبه معاه في الاولمبيات، وده سبب بسيط جدا انه كابتن شوقي غريب حاطط سبب رئيسي ان اللعيبه تكون موجوده معاه حتى من القوام الرئيسي للمنتخب، انهم يكونوا بيلعبوا بصفه اساسيه مع انديتهم. اساسيه ايه ده؟ اساسا 3 حراس الاساسيين او اللي بيلعبوا مع كابتن شوقي غريب، محمد صبحي وعمر رضوان وعمر صلاح، ما بيلعبوش، فبالتالي كابتن شوقي غريب قرر ان هو يجيب محمد الشناوي. قلب الدفاع فيه مشكله، ان اسامه جلال واحمد بيكهام ومحمد عبد السلام 2 بيلعبوا وواحد ما بيلعبش، الدنيا مش راكبه شويه، ولكن الكابتن شوقي غريب يعني بيعتمد عليهم وعنده ثقه كبيره فيهم، فعشان كده فكر ان هو محتاج حد في القلب. تفكيره راح على طول لطارق حامد ان هو اللي هيبقى موجود معاه. وفي الحته اللي قدام اللعيبه موجوده، وعبد الرحمن مجدي لعيب تقيل، ورمضان ومصطفى محمد، ولكن هو تواصل مع محمد صلاح وصلاح قال له انا موجود مع منتخب مصر في الاولمبياد. طيب هل ممكن يبقى في ضحيه من الثلاثه؟ ممكن يبقى في ضحيه، بس هتبقى ضحيه وحيده فقط وهي طارق حامد. امتى هيكون طارق حامد ضحيه بالنسبه لاختيارات الكابتن شوقي غريب؟ لو لا قدر الله لعيب زي رمضان صبحي مش موجود او عنده اصابه لا قدر الله، في وقتها الكابتن شوقي غريب مضطر ان هو يجيب محمود حسن تريزيجيه، فعشان يعوض رمضان بتريزيجيه هيضحي بطارق حامد اللي يقدر يجيب لعيبه في الحته دي زي كريم نيدفيد اللي كان غايب عنده وكان من احد الاعمده الرئيسيه لو رجع، ناصر كان مصاب في البطوله ورجع بجانب اكرم توفيق طبعا اللي موجود. طب في بديل تاني ممكن يضحي بيه لو رمضان موجود ان شاء الله؟ طبعا في بديل تاني، مين بقى؟ احمد حجازي، ولكن في حاله واحده، انه اللعيبه بتوع قلب الدفاع في منتخب مصر مش في اعلى فورمه، مش بيشاركوا اساسي الفتره دي، او لا قدر الله في اصابات، فهيعتمد في الحاله دي على احمد حجازي ويضحي بطارق حامد. ده بالنسبه للمنتخب الاولمبي. بالنسبه بقى لشريف اكرامي، الناس محتاجه تعرف شريف اكرامي عمل تويته غريبه شويه وقال ان انا خلاص مش هكمل في النادي الاهلي بعد الموسم ده. طب شريف هيمشي هيروح فين؟ الناس محتاره عايزه تعرف. من خلال برضو مصادرنا ومعلوماتنا، فانه شريف اكرامي تواصل مع بعض الوكلاء وان هو بيجهزوا له عرض في احدى الدوريات العربيه بحيث ان هو يلعب موسم او اتنين ويرجع تاني على النادي الاهلي في عمل اداري بقى او ما يتراءى لشريف اكرامي في الوقت دوت والاداره اللي هتكون موجوده. ولكن شريف اكرامي بيرفض تماما اللعب داخل مصر لاي نادي غير النادي الاهلي، مع انه بيحترم كل الانديه، ولكن هو عنده قناعاته الشخصيه ان هو ما يلعبش حتى ولو وصل الامر الى انه يغادر الساحره المستديره ويعتزل اللعب نهائيا، بحيث ان هو يكون اختتم مشواره الكروي في النادي الاهلي، وده اللي هتوضحه الايام اللي جايه خاصه بشريف اكرامي.